أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من صحيفة الأيام: حضرموت تخفض أسعار السلع للنصف. من الموقع بوست: مارب تجمع آباء شارك أطفالهم في الحرب. ومن أخبارنا المنوعة: إرسال طرود مشبوهة إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. أهلا بكم. هل ستأتي غدا؟ سؤال يجهل إجابته طلاب الجامعة في الجوف، خاصة أولئك الذين يأتون إلى كلياتهم من مناطق لا تزال تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، ويعنون موقع سبتمبر نت: الجوف وقفة احتجاجية للتنديد بمضايقات الميليشيا بحق الطلاب الجامعيين. قال الموقع إن طلاب كلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية بمحافظة الجوف نفذوا وقفة احتجاجية في حرم الكلية بمدينة الحزم للتنديد بالمضايقات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق زملائهم الطلاب القادمين من مناطق سيطرتها. ودعا الطلاب في بيان الميليشيا إلى عدم إدخال المؤسسات التعليمية وعلى رأسها التعليم الجامعي إلى الحرب، والسماح للطلاب القادمين من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها من الوصول إلى الجامعة لمواصلة تعليمهم. وحمل البيان ميليشيا الحوثي مسؤولية سلامة الطلاب الذين يتعرضون للتوقيف والاحتجاز المستمر في النقاط التابعة لهم بغية حرمانهم من التعليم. وتمارس ميليشيا الحوثي الانقلابية مضايقة مستمرة بحق الطلاب القادمين من مناطق سيطرتها، وتمنعهم من الوصول إلى الكلية في مدينة الحزم، إلى أن تطور بها الأمر إلى منعهم بشكل كامل من الوصول إلى الكلية منذ مطلع الأسبوع المنصرم. كسر الجمود ضرورة. تحت هذا العنوان كتب يسلم البابكري مقاله في الصحوة نت مضيفاً: نعيش اليوم كيمنيين وضعا بائسا كسفينة متداعية توقفت وسط محيط هائج متلاطم الأمواج، فلا هي تقدمت للوصول إلى وجهتها ولا عادت أدراجها من حيث انطلقت، بل بقيت في وسط محيط تتلاعب بها الأمواج وتلحق بها الضرر وتستنفذ مخزونها الذي يبقيها. نعيش اليوم حالة حرب في المناطق المحررة تراوح مكانها، وسلاما في المناطق المحررة بطعم الموت ومرارة الحرب، فلا نرى كثير فرق بين الحرب والسلام ولا بين المحتل والمحرر سوى في الألفاظ والعبارات. أما الواقع فحال صنعاء يشبه عدن، تسكنها الفوضى ويخنقها الموت ويكسوها الظلام. الدولة والسلطة، تلك المصطلحات الجميلة يسمعها المواطن في نشرات الأخبار، لكنه يفتقدها في الواقع المر الذي بات الحصول فيه على قوت اليوم إنجازاً ينسي المرأة البحث عن الخدمات أو التفتيش عن العدالة. يسمع المواطن أن 85% من مساحة الوطن محررة، هكذا يردد الإعلام وتصرح القيادات، ثم يقف حائراً تائهاً وهو يبحث عن إجابة لسؤال يفتك بخلايا دماغه: أما وجدت الحكومة من هذه النسبة حتى كيلومتراً واحداً آمناً تتواجد فيه وتمارس مهامها منه؟ ما فائدة حديث عن دولة وسلطة وحكومة ومناطق محررة بينما الحكومة والسلطة تمارس مهامها من خارج الحدود وفي الشتات؟ كيف يكون للحديث عن الصبر والتحمل قيمة حين يسمعه مواطن غارق في همومه من قيادته التي تخاطبه من وراء البحار والرمال وهي تتقلب في نعيم وبذخ؟ ما القيمة في أن تكون مسؤولاً عن شعب لا تشعر بألمه وتعجز عن إيقاف استنزافه أو حمايته في عاصمتك المحررة؟ أطلقت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أول مبادرة محلية وطنية تساهم في مساعدة المواطن على مواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تسببت به الحرب المستمرة منذ 4 أعوام في أكبر أزمة إنسانية في المنطقة، ودفعت نصف اليمنيين إلى شفا مجاعة وشيكة. وتعنون صحيفة الأيام: أول بادرة، حضرموت تخفض أسعار السلع للنصف. قالت الصحيفة إن المبادرة التي أعلن عنها محافظ حضرموت تهدف إلى توفير العملة الصعبة للتجار في خطوة من شأنها تخفيف معاناة السكان من الغلاء، بالمساهمة إلى حد كبير على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى ما قبل عامين
أي إلى نصف أسعارها حاليا على الأقل، ومعظم السلع الغذائية مستوردة من الخارج. أكد المحافظ فرج سالمين البحسني أن السلطات المحلية وضعت خطة للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة لانهيار العملة وارتفاع الأسعار، وقال إن المواد الاستهلاكية التي يقتنيها المواطن ستشهد حالا أفضل، إذ أن أسعارها ستنقص إلى النصف بفعل توفير العملة الصعبة للتجار في حضرموت. وأعلن البحسني بدء السلطة المحلية توزيع بطائق تمويلية للأسر في حضرموت لضمان حصولهم على متطلباتهم بأسعار أفضل وأقل. العربية لغة عظيمة بظهور قليل. تحت هذا العنوان نشر الإيكونوميست تقريره الخاص عن اللغة العربية، وجاء في التقرير: لا عجب في أن يكون التآكل بين متعلمي العربية مرتفعا. من بين كل 5 أشخاص يدرسون العربية يصل واحد تقريبا إلى الصفوف المتقدمة. بالنسبة للعرب تشكل اللهجات مشكلة أقل مما قد يوحي به كل هذا، فعن طريق الارتجال يستطيع العرب من المناطق المختلفة التحدث مع بعضهم البعض، وهم يستخدمون الميزات المشتركة عبر اللهجات الأكبر وكذلك أجزاء من العربية الفصحى، بينما يتجنبون التحدث بخصوصيات لهجاتهم قدر الإمكان. ثمة مشكلة أكبر هي طبيعة العربية الفصحى الحديثة، وحتى يقرأوا ويكتبوا يستخدم بعض العرب بشكل أساسي لغة أجنبية، حيث يتم تدريس العربية بطريقة محافظة وروتينية في المدارس. ومع أن البعض يدرسونها بسعادة مفتخرين بتاريخ العربية الطويل وقواعدها المعقدة والغامضة أو صلاتها الحميمة بالإسلام، فإن الكثير من الناس العاديين يفضلون القراءة والكتابة بلغات مثل الفرنسية أو الإنجليزية، ويتحدث بالفرنسية التي يفترض أنها في انحدار ربع عدد المتحدثين الأصليين بها، لكنها تمتلك هالة أكبر من العربية بكثير. وكمثال لتقريب الفكرة فقط، هناك عدد من المواد والمقالات باللغة الفرنسية في موقع ويكيبيديا أكثر بثلاث مرات من مثيلاتها بالعربية، مع 5 أضعاف عدد التعديلات. ويبلغ حجم سوق الكتب العربية نحو ربع حجم نظيره في بلجيكا. كل هذا عار. ربما يربط الكثير من الغربيين اللغة بالأنظمة الاستبدادية الحالية في الشرق الأوسط اليوم، لكن هناك ما هو أكثر من هذا بكثير في العربية. إنها لغة فلسفة موسى بن ميمون اليهودي في العصور الوسطى، ولغة روايات نجيب محفوظ وأغاني فيروز. وليست هناك منطقة ولا شعب ولا لغة يمكن الحكم عليها أبداً على أساس السياسة وحدها. ركز موقع عدن الغد على عمليات نهب الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن، وقد أورد الموقع حادثتين إحداهما بعنوان حملة أمنية بالممدارة لإزالة الاستحداثات العشوائية بأراضي الدولة وإخراج الباسطين عليها. قالت التفاصيل إن قوات الطوارئ والدعم الأمني بأمن عدن نفذت حملة لإزالة مجموعة من الاستحداثات العشوائية غير القانونية في أراضي الدولة بمدينة الممدارة وإخراج الباسطين عليها، حيث باشرت القوات إزالة الاستحداثات العشوائية التي قام بها باسطين في البلوكات الرسمية التابعة لقطاع الشرطة للمستفيدين من ضباط وأفراد شرطة عدن. وأثناء تنفيذ القوة الأمنية للحملة وإزالة مجموعة من الأسوار التي استحدثت بمخططات رسمية، تم احتجاز مسلحين تابعين للباسطين، أطلقوا النار وتم تسليمهم للعمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية. وفي خبر متصل، رئيس جامعة عدن يدعو إلى وقفة احتجاجية تجاه ما تتعرض له أراضي الجامعة، ودعا رئيس الجامعة الدكتور الخضر ناصر الأسور إلى وقفة احتجاجية أمام ما تتعرض له جامعة عدن من هجوم على أراضيها ومخططاتها في الحرم الجامعي بمدينة الشعب والجمعية السكنية التابعة لها من قبل نافذين وخارجين عن القانون. مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مارب على توعية أولياء أمور كان لهم أطفال مشاركون في الحرب، وعنون الموقع بوست: توعية أسر يمنية عن مخاطر تجنيد الأطفال بمارب.
قال الموقع إن مؤسسة وثاق للتوجه المدني بمدينة مارب أقامت دورة توعوية لأولياء أمور 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب في اليمن ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، التي تهدف إلى إشراك المجتمع في عملية التأهيل النفسي والاجتماعي. قال الآباء المشاركون أنهم أدركوا أهمية التأهيل النفسي والاجتماعي لأطفالهم المجندين والمتأثرين، ولاحظوا الفرق بين حالتهم قبل وبعد التأهيل، وأكدوا أنهم تعرفوا من خلال دورة التوعية على مفاهيم جديدة عن حقوق الإنسان والأطفال على وجه الخصوص، وعن المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الأطفال في الجبهات. الثورات العربية ومسار خلط الأوراق، تحت هذا العنوان كتب كمال عبد اللطيف مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه. لا يعد ما يطلق عليه اليوم مسار خلط الأوراق في بعض بلدان الثورات العربية أمرا جديدا، بل إنه واكب الثورات العربية منذ انطلاقها سنة 2011، وقد أصبحت بعض ملامحه واضحة في السنوات الأخيرة، كما أنه لا يمكننا فصله عن آليات عمل الثورات المضادة التي أنشأت لنفسها منذ بداية الفعل الثوري العربي جملة من الأدوات التي تسعفها باختراق ما تتجه الثورات إلى وقف جبروته، جبروت أنظمة الاستبداد والفساد في مجتمعات عربية عديدة. تندرج أفعال خلط الأوراق ضمن خطط الثورات المضادة بحكم أن المستفيد الأكبر منها هو الأنظمة السياسية التي انتفض شباب الثورات ضدها، حيث تعمد جيوب الأنظمة المذكورة إلى الركوب على موجات الاختلاط المدبرة متطلعة إلى مزيد من المحافظة على مكاسبها القديمة، وذلك بكسر روح الثورة ورياح التغيير التي تحملها. يقدم نعت خلط الأوراق في المتداول من التحليل السياسي محاولة أولية لفهم ما يجري من تداعيات الفعل الثوري المتواصلة في مجتمعات الثورات، وهي محاولة تتوخى إدراك بعض حدود الصراعات الجارية وأبعادها داخل هذه المجتمعات بين الأنظمة وشعوبها. ولأن متابع ما يقع داخل هذه البلدان لا يتوفر على كثير من المعطيات الصانعة ملامح الأحداث داخل هذه البلدان وخارجها، فإنه يلجأ إلى تركيب مفردات من قبيل مفردة خلط الأوراق لعلها تساعد في عملية إبراز بعض صور الاختراق والاختلاط والتدافع الحاصلة بصور عديدة داخل مجتمع الثورات، منطلقا من تصور حصول مناورات تروم تحويل مسار الثورة، حيث يمكن ربط جوانب عديدة من مسألة الخلط بالأفعال الناشئة عن الثورات المضادة، أي الأفعال التي تروم باختراقها الحدث الثوري إنجاز ثورة مضادة. حذر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك كما نقلت شبكة البي بي سي من أن نصف سكان اليمن أي حوالي 14 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة الذي أصبح وشيكا جدا. قال لوكوك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك أن المهمة الملقاة على عاتق المنظمات الإنسانية ضخمة وأكبر من أي شيء آخر واجهوه من قبل، واتهم المسؤول الأممي أطراف الصراع في اليمن بمواصلة خرق القانون الدولي، مؤكدا على أن الرقم الحقيقي لمن يواجهون خطر المجاعة 14 مليون شخص وليس 11 مليونا بحسب التقديرات السابقة. ودعا منسق الشؤون الإنسانية أعضاء مجلس الأمن إلى دعم الاقتصاد اليمني وتقديم المساعدات على وجه السرعة لإنقاذ الوضع والضغط باتجاه استئناف مفاوضات السلام للتوصل إلى تسوية سياسية. هل هناك خطر مجاعة وشيكة في اليمن؟ تتساءل الصحفية الفرنسية مالو تريسكا في مقالها المنشور في صحيفة لكروا الفرنسية، وتضيف الكاتبة: قبل يومين قدر برنامج الغذاء العالمي أن عدد الضحايا المحتملين لحلقة جديدة من المجاعة الشاملة يبلغ 12 مليوناً. دقت منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية ناقوس الخطر في بداية العام الجديد حول مصير 5,200,000 طفل مهددين بمجاعة وشيكة. لأسابيع يتم توزيع صور دامية لأطفال يمنيين بأجسامهم الهزيلة على الشبكات الاجتماعية
تسلط الضوء أمام مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم على هذه الحرب المنسية. هل تعكس هذه الصور والأرقام الواقعة على الأرض؟ عندما نتحدث عن المجاعة فإننا نتحدث عن قطاعات كاملة من السكان، البالغين والأطفال الذين يموتون من الآثار المشتركة لنقص الطعام والأمراض المرتبطة به. تشرح كارولين سيجن مديرة برنامج اليمن في منظمة أطباء بلا حدود المتواجدة في 12 محافظة يمنية: من المستحيل اليوم بالنسبة للجهات الفاعلة الإنسانية في اليمن أن يكون لديها نظرة عامة حول سوء التغذية في جميع أنحاء البلاد. لا تستطيع وكالات الأمم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات واسعة النطاق حول الغذاء لأنها لا تستطيع الوصول إلى العديد من مناطق البلاد لأسباب أمنية بسبب القصف والقتال، وأيضاً لأسباب إدارية وسياسية. تأسف كارولين مرة أخرى محذرة من التأثيرات المشوهة القوية للواقع في اليمن. الوضع الغذائي لا يزال ينذر بالخطر في اليمن. قامت المنظمة من مارس 2015 إلى مايو 2018 على سبيل المثال بمعالجة أكثر من 11,600 حالة سوء تغذية. للمرة الثانية في أقل من شهرين، كما تقول صحيفة العرب الجديد، يغادر الرئيس هادي مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى الولايات المتحدة للعلاج، في تطور يثير العديد من التساؤلات حول ما إذا كان الوضع الصحي للرئيس هادي سيؤدي إلى فرض معطيات جديدة بالترافق مع التسريبات حول تعيينات مرتقبة في الحكومة الشرعية، وفي ظل التحضيرات التي يجريها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث لعقد جولة جديدة من المفاوضات. وأكدت مصادر في الرئاسة اليمنية للعرب الجديد أن مغادرة هادي الرياض إلى الولايات المتحدة جاءت دون سابق إنذار، إذ لم يكن العديد من مستشاريه يعلمون عنها، وجاءت نتيجة لظروف مرتبطة بحالته الصحية، إذ يعاني من مرض في القلب منذ سنوات ويجري فحوصات طبية في الولايات المتحدة، ويسافر إلى الأخيرة بصورة شبه دورية أو متى تدهورت حالته الصحية. كما جاء سفر هادي إلى أمريكا للعلاج وسط معلومات متواترة من مصادر قريبة من الشرعية تحدثت للعرب الجديد عن مشاورات لإعلان حكومة مصغرة أو إجراء تعديل وزاري يشمل العديد من الحقائب، تماشيا مع التوجه نحو إحداث تغيير في أداء الشرعية في ظل فشلها بإدارة غالبية الملفات بما فيها الأزمة الاقتصادية. ومن أخبارنا المنوعة من موقع عربي بوست أن السلطات الاتحادية بدأت تحقيقات فورية في واقعة إرسال طرود مشبوهة إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون ومكتب شبكة CNN في نيويورك قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكونغرس الأمريكي. وقال جهاز أمن الرئاسة الأمريكي أن الطرد الذي أرسل إلى كلينتون اكتشف في وقت متأخر من الثلاثاء، في حين تم العثور على الطرد الذي أرسل إلى أوباما في وقت مبكر من الأربعاء، وذلك خلال فحص روتيني للبريد في منشأة منفصلة عن المجمع الرئيسي للبيت الأبيض، وفي حين تشهد البلاد حالة من الاستقطاب الشديد تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، فقد أثارت طرود مشبوهة مخاوف جديدة بشأن التنافس السياسي الذي سيحسم ما إذا كان بمقدور الديمقراطيين تحدي الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون بزعامة ترامب في الكونغرس الأمريكي أم لا. أما مدير محطة CNN جيف زوكر قال في مذكرة للموظفين أنه تم إخلاء مبنى تايم وارنر الذي يضم غرفة أخبار للمحطة في نيويورك كإجراء احترازي بعد العثور على طرد مثير للريبة في غرفة البريد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الطرود المشبوهة التي أرسلت إلى شخصية ديمقراطية بارزة وآخرين كانوا أهدافا متكررة لانتقاداته الحادة سيتم فحصها، وهناك تحقيقا يجري الآن في هذا الشأن. تحمل الصور التي نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف معاني كثيرة وتفاصيل لبعض ما يحدث في هذا العالم. إلى الصور.
تقول رسوم الكاريكاتير ما لم تقله آلاف الكلمات وتوصل رسائل أبلغ بمجرد النظر إليها وقراءة الأفكار التي تتضمنها. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها اليوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم يوم السبت بإذن الله. إلى اللقاء.